ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جمعة طيبة مباركة عليكم وعلينا. عملنا النهاردة عصير حلو قوي، عملنا عصير فراولة بالنعناع. بص الزينة الجميلة زينت بقى حواليه كده، مفيش اسهل من كده، ما خدش مننا وقت خالص، وحلو قوي مناسب لليومين دول. يلا بقى ادخلوا شوفوا عملته ازاي، وما تنسوش تشتركوا في قناتي عشان يوصلكم كل وصفاتي. المقادير بتاعت العصير النهاردة، هنعمل عصير فراولة بالنعناع. معايا هنا فراولة مجمدة وكوباية مية ونعناع فريش. النعناع تغسلوه ما يتحطش كده، لا نغسله بليمون، نقوم رقدينه في مية بليمون ونغسله عشان ما بيبقاش كويس، يبقى عليه تراب او حاجة. لازم ننضفه كويس اول، نحطه في مصفى يتصفى وبعدين نستخدمه. والسكر هنا حسب الرغبة، ممكن تكتري تقللي على حسب احتياجك للسكر، انتي بتحبيه تقيل خفيف. جبت الخلاط اللي هعمل فيه العصير، وبالراحة كده بسم الله ننزل فيه الفراولة. الفراولة مجمدة انا مطلعاها من الفريزر، سبتها ايه تفك حاجة بسيطة خالص عشان تبقى معايا حلوة في العصير. مش هحتاج كده احط ايه تلج ولا مية متلجة، لا هي خلاص كده بنكتفي بيها. وبعدين زي ما قلتلك السكر بقى على حسب رغبتك، انا حاطة معلقتين مش مكترة. والنعناع الفريش الجميل بتاعنا، واخر حاجة خالص بقى هنحطها زي ما اتعلمنا مع بعض، المية في الاخر بس كده. هنشغل الخلاط ونعمل عصير. هنصب العصير دلوقتي في الكاس، شايفين الجمال؟ بس كده خلاص، وهنزين كده بوحدة فراولة، ورقة نعناع، بس مفيش أجمل من كده. خلاص خلصت العصير بتاعي، جربوه بقى وقوليلي ايه رأيكم.